بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل موضوعات الصناعة وتلوث البيئة، وهنتكلم على موضوع جديد اللي هو Source of Particulate Matters and Methods of Control. هنتكلم على اللي هي الأجسام اللي تسبب تلوث الهواء. احنا شفنا الشابترز الماضي اللي هو المين جازيوس، العناصر الغازية التي تسبب تلوث. النهاردة نتكلم على الجسيمات التي تسبب التلوث، وخاصة تلوث الهواء. وهنتكلم على البارتيكوليت ماتر بي ام. هنتكلم على أول طريقة اللي هي الجرافيتي سيتلينج تشامبرز وسيتلينج تشامبر اوبريشن برينسبل. يبقى هنتكلم على أول جهاز عندنا بيلتقط الأجسام اللي هي الذرات التي تسبب تلوث الهواء، زي ذرات مثلا الأتربة، ذرات الأسمنت في مصانع الأسمنت، مثل هذه الجسيمات. بنستخدم أول جهاز عندنا اللي هو الجرافيتي سيتلينج تشامبرز، اللي هو غرفة الفصل بالجاذبية الأرضية، يعني بعتمد فقط على الجاذبية. وهو جهاز فيري سيمبل زي ما احنا شايفين قدامنا. هو عبارة عن الغرفة، الهواء المحمل بالأتربة بيدخل إلى هذه الغرفة نتيجة الجرافيتي، بتتساقط الجزيئات وتتجمع في الهوبس اللي قدامنا دي، وبيتم تجمعها هنا وبيطلع عندي الجاز أو الكلين. يبقى settling chamber are designed to allow mean gas stream velocity to slow down to point at or below the target particle settling velocity so that the particle drops out within the confine of the chamber as shown as in figure. زي ما احنا شرحنا بالظبط، مجرد جهاز عادي خالص، مجرد مرور الهواء فيه بتبدا تتساقط الجزيئات نتيجه الجرافيتي، وبتجمع بعد كده في الافرع اللي موجوده قدامنا دي، وبيطلع عندي الجاز اوت. زي ما احنا شفنا، طالما انا بعتمد على الجرافيتي يبقى هذا الجهاز بيلتقط اللي هي الكروس بارتكلز، اللي هي الجسيمات الدايمنشنز بتاعتها كبيره. فنلاقي انه سيتلينج تشامبرز بيستخدم لفصل البي ام جريتر ذان 10 مايكرون. يبقى انا عندي الجسيمات 10 مايكرون تعتبر جسيمات كبيره، لكن الجسيمات الاقل من كده ما بيقدرش يلتقطها. سيتلينج تشامبر از بيزد اون دراج اند جرافيتي فورس. يبقى بيعتمد في نظرية عمله على قوى السحب وقوى الجاذبية الأرضية اللي موجودة عندنا. The size of the chamber is independent on the dust load. يبقى حجم الغرفة عندنا أو حجم الجهاز عندنا لا يعتمد على الداست لود، على اللي هو الحمل اللي أنا عايز أشيله من الأتربة أو من الجسيمات في الغاز. لما اجي الاقي انه الكوليكشن افشنسي، عمليه التجميع 70% اوف بارتكل جريتر ذان 12 مايكرون. الافشنسي في حدود 70%، ودي تعتبر افشنسي صغيره، وده بيستخدم في فصل الاجزاء زي ما قلنا الكبيره، البارتكلز الكبيره. الفلوريت بتوين 0.025 الى 50 متر كيوب بير سكند، بيستخدم فيه بمعدلات من 25% الى 50 متر مكعب بير سكند. طيب الانلت بي ام ان رينج من 20 الى 4500 جرام لكل متر مكعب. البارتيكوليت ماتر بتتراوح من 20 الى 4500 جرام لكل متر مكعب. زي ما شفنا، as a gas stream shows the particle begins to still by gravitational force. وقلنا العامل الرئيسي في هذا الجهاز وحتى المسمى بتاعه settling chamber، الجرافيتي سيتلينج تشامبر، بيعتمد على الجرافيتي فورس. احنا عندنا التيرمينال فيلوسيتي اللي هي البارتكلز هيتحرك بيها بتخضع الى قانون احنا ممكن درسناه في الفيزيكس قبل كده، اللي هو ستوكس لو. ستوكس لو التيرمينال فيلوسيتي في جي بتساوي دي سكوير في رو بي ماينس رو جي ملتبلايد باي جي ديفايدد باي تي ميو. يعني الاقي ان التيرمينال فيلوسيتي بتعتمد على قطر بتاع الجزيء او البارتيكولات ماتر او الداست دروب عندنا الدايمتر بتاعها، الرو بي دنسيتي اوف بارتيكلز، الرو جي دنسيتي اوف جاز، والجي الاكسلريشن جرافيتي، الميو
اللي هي الـ viscosity of the gas. بقدر احسب الـ terminal velocity، وبتكون هي دي اللي بتأثر العامل الرئيسي في عملية التقاط الجسيمات في هذا الجهاز. إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل بعض بارامترز أو بعض السيفيكيشن بتاع هذا الجهاز ونظرية عمله. نلقاكم المحاضرة القادمة بإذن الله.